السلام عليكم. روسيا إلى الأبد. بوتين يوقع مرسوم بضم 4 مناطق أوكرانيا ومسيرات إيرانية تقصف منطقة كييف. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. استكمل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الأربعاء رسميا ضم نحو 18% من مساحة أوكرانيا في وقت تكافح فيه القوات الروسية لعرقلة هجوم أوكراني مضاد على أجزاء واسعة في المناطق التي جرى ضمها، وفي أكبر توسع للأراضي الروسية في ما لا يقل عن نصف قرن. وقع بوتين قوانين لضم جمهورية دونسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية ومنطقة خريسون ومنطقة زابروجيه إلى روسيا، وأعلن المجلس الدوما الغرفة الأدنى بالبرلمان الروسي أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع 4 قوانين دستورية اتحادية بشأن دخول جمهوريتي دونسك ولوغانسك الشعبيتين وزابروجيا وخريسون إلى روسيا الاتحادية. ونقلت الوكالة الأنباء الفرنسية عن الكريملين تأكيده أن المناطق التي تم ضمها إلى روسيا ستبقى روسية إلى الأبد. وأعلنت روسيا عملية الضم بعد إجراء ما سمتها استفتاءات في مناطق تسيطر عليها من أوكرانيا، في حين قالت كييف وحكومات غربية إن التصويت ينتهك القانون الدولي وكان قسريا ولا يمثل سكان المنطقة التي جرى فيها. على الصعيد الميداني، نقلت وكالة طاس الروسية للأنباء عن كيريل المسؤول الروسي في منطقة خريسون بأوكرانيا قوله يوم الأربعاء إن تقدم الجيش الأوكراني هناك توقف، وقال إن القوات الروسية في المنطقة تعيد تجمع صفوفها لشن هجوم مضاد وسط مكاسب أوكرانيا سريعة حسبما ذكرت وكالة الأنباء الروسية المملوكة للدولة. من جهة أخرى، جرح شخص في هجمات بطائرات مسيرة إيرانية الصنع استهدفت بلدة بيلا تيسفار على بعد نحو 100 كيلومتر جنوب كييف، كما أعلن حاكم المنطقة اليوم الأربعاء في هجوم هو الأول من نوعه في هذه المنطقة. وقال الحاكم على التليغرام: خلال الليل نفذ العدو ضربات بطائرات مسيرة انتحارية من طراز شاهد 136 استهدفت بيلا تيسكاف وتسببت في حرائق، وأوضح أنه أوقعت 6 ضربات وانفجارات، وأبلغ عن إصابة شخص وإلحاق أضرار بالبنية التحتية في هذه المدينة التي كان يقطنها نحو 200,000 نسمة قبل الحرب وتضم عدة وحدات عسكرية. في الأخير، إذا كنتم من المهتمين بهذه النوع من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتواصلوا بالجديد، وشكرا.